هنا بمناسبه بدايه شهر رمضان الكريم كعادتنا احنا ابناء النوبه بنعمل دايما احتفالات بتبقى عباره عن افطار جماعي بنحاول باذن الله بنجتمع فيها وبنعمل نوع من انواع الترابط الاجتماعي والنفسي، وخاصه ان احنا كمان السنه دي معانا ضيوف لاول مره هم ابناء السودان بعد ازمتهم من شهر 4. عندنا احنا مستضيفين حوالي 400 500 اسره سودانيه، بنحاول برضو مع بالتعاون مع اخواتنا ابناء النوبه في الخارج وداخل الجامعات النوبيه في مصر وفي اسوان ان احنا نعوض او نعوضهم عن تركهم لديارهم وبيتهم. بنحاول ان احنا نكون لهم كمبادرات مثلا تجهيز وجبات للافطار الصائم او توزيع مواد تموينيه وغذائيه عليهم او كرتون، بنحاول نعوضهم حتى بالدعم النفسي ان هم وسط بلادهم وسط اهلهم. عاده جميله بين ابناء العمومه هنا في كركر، بيجمع طبعا ابناء النوبه وابناء الصعيد، بيبقى في حفاوه جامده كده من جميع القرى الموجوده في كركر، وبتبقى حاجه جميله يعني كده بفطار مجمع، وتعودنا فيه يعني ايه طبعا فيه البهجه والسرور. كل سنه بنلم مع بعض وبنعمل عزومه لكل الغرى المجاوره والجيران مع بعض، بنعمل الملوخية بحاجة اسمها الخماريت وشربة بالنشابي، نعمل فطاير، بنعمل سلطات. عندنا الأبريدة حاجة أساسية في المشروب في الفطار، وكمان العصائر طبعا موجودة، والأكلات بقى الموجودة عندنا بالنوبة حنقول احنا الأكلات النوبية الخماريت والجكوت وحاجات كده بقى اللي هي القسقط زي ما بيقولوا، برضك الناس بتحب الحاجات ديت يعني. لقينا ترحيب شديد من الأخوة النوبيين في كركر، والحمد لله يعني، وربنا يحفظ لمصر الأمن والأمان ويسهل أمور المسلمين جميعا ويتقبل منهم هذا الشهر المبارك. أول رمضان حضرت هنا يعني في كركر، ونحن أكلنا المفضل بامية وفروكة خضرة العصائر الأبريح الأمور أو عصائر يعني أراديب كركديه وأبري عبيض بنشرب ده في رمضان. بتحتفل زي ما انتم شايفين السودانيين والمصريين كلهم بيحتفلوا مع بعض وكلهم نسيج واحد وبيطلعوا كل ما احلى ما عندنا. كل سنه وانتم طيبين من كركر.